حلو عشان الرياضة. خلصت المشي، أعمل التمارين. ياد الرياضة، أصل الصحة حلوة عشان الرياضة. يا كلهم قصدك تقول الرياضة حلوة عشان الصحة. يا غبل، الحكاية عاوزة ذكاء مش مفهومية. أنت لو ما عندكش صحة مش هتعرف تمارس الرياضة. نورني يا حمدان نورني. جاي ليه على الصبح دلوقتي؟ جاي عشان أقول لك حمادة جي. حمادة مين؟ الحمادة اللي كان راح ألمانيا شغال في السياحة. ويوي حمادي ده مسافر بقاله كتير ألماني، ده زمانه بقى حاجة كبيرة جوه في ألمانيا. ده عملهم دي. بالك أنت حمادة دي تاني. كنت شغال أنا وهو في الغردقة. عارف مين اللي كان منشط السياحة في الغردقة؟ مين؟ العبد لله. عندك حق والله، وأنا أقول ليه السواح بدل ما يروح الجيزة تصور جنب أبو الهول، أهو أبو الهول معاهم في الغردقة. قصدك إيه وكل الناس؟ ما قصديش والله. مين اللي جاي هناك دي؟ والله على الانجليزي بيتكلم كيف؟ يا حمار ده كان في المانيا وبدا الماني. ايوه الماني. ازيك يا حماد؟ يا اخويا هتسلم عليه قبله؟ هتسلم عليه قبله يا مخيمه؟ يا خراس ازيك يا حماد؟ وانت ازاي تخليني تسلم عليه يعني؟ عادي في المانيا الحياه دي. بشرتك نعمت يا حماد. ازيك يا حماد؟ اقعد. خد يا دي خيمه. مرن. عاوزين نوجبه مع حماد. نوجبه معاه. راح هات ربعه تعالى. ربع كفته. كفته مين يا كل الناس؟ كفته بعيرك. راح هات ربعه تعالى. ربع مشبك انا ولا ايه؟ يا ده يقول لك راح هات ربع. مش لازم اقول لك حشيش عشان الرقابه. ما روح. ازيك يا حماد؟ زيك. وايه اخبار المانيا على حسابك؟ سلم عليك. مين اللي هتسلم عليه؟ الماني. هو والله هاي. بتقول لك انت فينك مش باين ليه من بدري؟ قاعد في البلد انا ولا شغل ولا مشغل. عشان كده بقى. طب والدنيا ماشيه ازاي في الماني؟ الصبح ظهر وبالليل ضلمه. يا بو بس في كشافات. المانيا عام. ايوه الاشاره بتوقف والعربيات بتوقف عادي. والله اول ما الاشاره بتقطع العربيات بتعدي على طول. يا بو عندنا شتا في مصر. عندنا دش هوائي. احنا عندنا دش مائي. الواد الخمر اتأخر ليه؟ ده انا لقيته جاي. يقول لك ده جيت احطه. جبت التمرين. جبت من عند الرخ. ربيتك يا الرخ. الواد بتاعته مضروبة وده جاي من المانيا. عاوزين نشربوه حاجة بس اللي نجروا نجروا. احنا نعمل ايه؟ نمثلوا عليه ان احنا سطلنا. ماشي. تعال يا معلش يا حمادة ما عرفناش نعمل معاك الواجب حاجة على كد ما قوسهم جدي. اقعد. لف يا ادم خمر لف. خد احمد. لا جايب بتاعي معايا انا. ايه ده؟ الكبير الكبير. ايه ده؟ دي ما تسألش فيك. ولا وايه اخبارك يا حمادة؟ انت مولعناش. مالك ما مولعناش والله؟ معاك معايش كبريت. والله العظيم مولعنا يا جدع. معاك كبريت. معاك ولاعي. ما معكش كبريت يبقى معاك ولاعي. ايوه ولع. بايظ. لا. لا. يا ابدا تعمل كده يا ابدا انت ما خدتهاش المدارس. بس اشغل عليك دي ملوخية. يا قد يا قد لك السطل انت على قداس كير خبر ما معك تفهمش يد الكي الماني بخير مرة على عايز وين غبي غبي الولع طفت حد معاه كبريت لا او هجيب لكم انا كبريت غور لا ورا العربية دغري خلي البتاع هناك استخدمه كبير ده الكبير ده
ده بتاع احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ما لاقيش عندكم كبريت؟ انا بعدنا واحد راح يجيب كبريت وياك. زمان وقعد، اقعد. استناه يعني؟ استناه زمان وقعد. شفت الشراكه اللي كان معانا؟ لا ما شفتوش. ولا انت؟ لا. انا مين؟ ده الرخ بيدي بالضاعة زينة. المهم صاحبكم ده شكله اتأخر. إذا أنا هسيبكم وامشي، لا أروح أشوف كبريت في حتة تانية. أمين على الأغنية. يلا تشيلها بالزمن. ودي وعدت. لفيت البلد كلها على كبريت ما لقيتش. خلاص ولع بالولاعة. ولعنا. أوي أنا ولعها. بقول لك إيه يا حماد؟ احتفالا بيك يعني انا هرقصك رقصه بلاك ثلاثه ما نزلت في المانيا. رقصه بس عاوزكم ايه؟ تسمعوا الكلام وتفتحوا نفوفكم معايا. يلا الرقصه دي شيلني يا ابني شيلني. المانيا عاد مفضل يعني. الرقصه دي عاوزه رقصيه القدام والطول ورا. القصير قدام وطويل ورا. بقول لك ايه؟ احنا عاوزين نجبه. نجبه؟ جبدني. جد؟ عاوزين نسافر بره المانيا. لا ما عاوزينش حمير هنا. اسكت يا غبي. عاوزين نسافر. سافروا. سفرنا طاير. سفركم ببلاش يعني؟ اما البيت. الفلوس. خلاص ابيع الجاموسه والحمار ونسافر. مش هتجيب لا بعت الجاموسه ولا الحمار ده مش هتجيب اصلا. طب هنتصرف ازاي انا بالوكيل؟ يا فلوس. صباح يا صباح. ويا صباح ويا صباح. دي كانت مرتين. ده انا سلفت منها 200 جنيه. ونضحك عليه؟ لا انا اضحك على مره. احنا نغشوها. ايوه نغشوها. احنا نغشها ولا نضحك في وشها؟ نغشها وما نضحكش في وشها. ايوه يعني نروح لها لما نغشها نبقى مكشف. ايوه مكشف. بصوا احنا هنعمله فكيره كده خطه يعني. هتروح انت لصباح تقول لها ايه؟ تقول لها ايه؟ حمدانا ويرمي الفلوس في الوش. تمام وهتفهم. المهم تروح لها انك تقول لها حمدان راسه الف سيف ليرمي الفلوس في وشك عشان انت مجرساه في البلد. ماشي تمام. بس ما تقولهاش ان انا اللي جايبه. لا هنضحكوا عليها بالحكايه دي. اروح لهاني اعمل عليها حوار ده اللي احنا هنعمله القناع. ايوه تمام. أيوه. واخد فلوسات عشان شغل القناه دي. أيوه. بس هقول لها ايه؟ احنا هنبدا القناه دي ببرنامج للمواهب. أيوه. مين المواهب دول؟ ايوه انت وهو كمتسابقين يعني. انا مواهب لكن ده غبي مش مواهب. انت هننجح واحد فيكم وناخذ الفلوسات منيه ونديهم الحمادي يعمل لنا الباسبورات ونجبه. وانت قابلني. ماشي. خلاص روح انت لصباح واعمل اللي قلت لك عليه. تعال انت ارتبطت يا حمادي. ارتبط؟ يا خساره. تعال تعال هنروح مشوارك. يا ست صباح. عايزيه يا زف. عايز يا زف بيمين مجل. تعال قول عايزيه. دايرة تتودود في البلد. الراجل خد منك الفلوس. الراجل خد منك الفلوس. خبرية مين؟ انا قلت كده. ايوه حمدان. ماله انت جرستي في البلد؟ خد منك فلوس. خد منك فلوس. فلوس ايه اللي خدها ده؟ انا قلت كده على حمدان. مين قال لك كده؟
ودراسه والف سيف، ياجر ملك وفلوساته في وشه. اخسى عليه اخسى. يا ديه الخير يا ديه اللي جايبك هني. ما انت اللي قايل لي احمد روح. حمدان خد فلوسات صباح، حمدان خد فلوسات صباح. اخسى عليك اخسى، ان الحريم معاهم قراجيل والجوار. يا بنت يا بنت انت زفرت بمهند البلد. مهند البلد يا بنت، ده نمشي في البلد الحريم كلها معصرخ. ما كنت فيه جنازه. جنازه مين يا بنت؟ انت مش واخده بالك. لا عندك حق صراحه. المهم يا صباح خير، هاخد فلوساتي. من وين يا حيل؟ اللي تحت البلاط يا بنت. ما اتكسرت زمان. لا ما اتكسرتش يا صباح، وما تبكيش بديتك يا بنت، هتجوزك وهسدتك. هو انت اللي تبعت يحصل حاجه؟ حاجتي يا صباح ما تخافيش، المهم اخذ فلوساتي هنعملوا بهم قناه. قناه السويس؟ لا معنا اثنين، هنعملوا واحده، هنعملوا قناه تلفزيونيه. قوميه ما تحكش في راسك، لسه هتستعمل غاز في باب الامن. باب الامن وفتك كمان. فتك يا معلم. فعليك يا بنت انا هسكتك ما تخافيش. المهم اخذ فلوساتك للوقت، هنعملوا بهم قناه، القناه دي هيجي لها اعلانات. عمك حسان بتاع العلف هيعمل عندنا اعلان. ام عبير بتاعت البيض والجبنه هتجي تعمل اعلان. الرخ مش هيعمل اعلانات، عشان لو اتعمل اعلانات هتقفش. قوم الفلوس تكتر، بس اهم حاجه نبدا صح، اهم حاجه البني. يعني ايه؟ يعني البدايه. ايوه براو عليك والله، وتعلمت من وراي. شغلت السياحه عني. براو عليك. البدايه هتكون ايه؟ احنا هنعمل برنامج تلفزيوني، هنكتشفوا فيه المواد. ما انت اللي هتجيب لنا اعلانات. كمل.